بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهاتنا أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، معاشر الصائمين والصائمات، متابعي قناة البلاد، تحية طيبة إليكم في هذه الأمسية المباركة من أمسية شهر الله عز وجل، شهر رمضان الكريم. هذا الشهر الذي نستقبل فيه أحلى ما فيه وأجمل وأفضل وأغلى ما فيه إن صح التعبير، ألا وهي العشر المباركات، العشر الأواخر من الشهر الفضيل الكريم، العشر التي كان يحرص عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة، منها أن هذه العشرة فيها ليلة القدر. ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فمن قام هذه الليالي، من أحيا هذه الليالي في طاعة الله، يقينا أنه سيدرك هذه الليلة المباركة، ليلة خير من 83 سنة، خير من عبادة تاع حياة كاملة. إذا الواحد عاش حياة 83 سنة فلا يفرط الإنسان في هذه العشر المباركات. معنا اتصال. نعم أختنا نصيرة. نعم، السلام ورحمة الله وبركاته. عيطت لك من قبل وقلت لك ما في دار رمضان فطرت أمك. أفطرت؟ إيه نعم. إيه جبرناها باش تفطر، يعني كانت مريضة اضطرينا باش خلوها تأكل. إيه السؤال الثاني، الدعاء في صلاة الاستخارة. دعاء الاستخارة، يلا إن شاء الله. أظن أني أجبت عليه. شكرا. صحة عيدكم. صحة. ربي يبارك فيك، الله يكرمك يا أختي. قبل ما نجاوب أختنا نصيرة، فقط قلنا أيها الأحبة، هذه العشر عشر لابد أن تغتنم، لابد أن يبذل فيها، وأن الإنسان يجتهد فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، مما روت عنه أمنا زوجه عائشة رضي الله عنها قالت: كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. معناته يجتهد في رمضان، ولكن لما يجي العشر هي فرصة أيضا ليزيد، ليبادر، ليجتهد، ليبذل أكثر في هذا الشهر المبارك. فاغتنموا أيها الأحبة هذه العشر في طاعة الله وفي مرضاته سبحانه وتعالى. أختنا نصيرة سألتنا على الوالدة اللي قالت باللي فطروها في رمضان، يعني هي ما قدرش تكمل ولكن أجبروها على الإفطار. حنجاوبك أختي نصيرة على سؤالك، ولكن بعد أن نستقبل اتصالا من البشير. السلام عليكم. وعليكم السلام. طالب شراك لباس. أهلا سي بشير، مرحبا، تفضل. رمضان الكريم يا رب، الله يكرمك. حبيت سقسيك على الصلاة، تقصير الصلاة، لأن نخدم في بلاد ونسكن في بلاد أخرى. أيوة. حبيت سقسيك على صلاة، تقصير الصلاة. وأنت وشحال تبقى في الخدمة نتاعك؟ كم تبقى المدة؟ قطع البشير، لا بأس، أجيبه بحول الله. أختنا نصيرة قلتي لي أجبرتم والدتكم على الإفطار لأنه كانت مريضة، ما قدرتش تكمل اليوم نتاعها، وعليه يا أختي الكريمة يعني المريض له عذر الإفطار. إن ربي عز وجل قالها في القرآن صريحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما أنت يماك ما قدرتش تكمل اليوم نتاعها، شتوى بلي طاحت، غشت، فشلت، مايش قادرة خلاص، لابد عليكم الآن، ولابد على هذا الذي يصل إلى هذه المرحلة والدرجة أن يفطر، لأنه إذا أتم ففي إتمامه إضرار بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا: لا ضرر ولا ضرار. لذلك ما عليكم والو يا أختي نصيرة، وكيف فطرتوها أمر عادي أن تفطر في رمضان، لأن لها العذر، وعذرها هو المرض وعدم القدرة على إتمام الصوم، والذي هو من شروط وجوب الصيام. وشالها الآن بعد رمضان إن شاء الله، يماكم لما تريح تكون قادرة تعاود اليوم نتاعها بحول الله تعالى. معنا اتصال أيضا. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد الرحمن الشيخ معك. أهلا وسهلا أم عبد الرحمن، يا مرحبا. أجيب فيكم والأجوبة الشاتية فيك. الله يكرمك، ربي يبارك فيك يا أختي. نعم تفضلي. أنا مصابة بداء السرطان، وراني نجري كيميائي وطلب مني أني نفطر. تفطرين في رمضان؟ نعم. حبيت نسقسي الشيخ إن شاء الله إلى ربي إن شاء الله، ودعوا لي الشيخ بالمناسبة إن شاء الله. كل مستمع مشاهد كريم، أتمنى
داوى ان شاء الله الشفاء. يا رب يا رب الشفاء العاجل ان شاء الله اختي ام عبد الرحمن، وان شاء الله الشجاعه والرضا بقضاء الله. الله يصبرك يعني ان شاء الله. نعم هم ان شاء الله نرجع الايام تاعي. هل انا الصوم ونخرج على كل يوم يعني مبلغ من المال ولا يكفي الصوم؟ واذا كان جواب انه اخراج مبلغ من المال هل ان شاء الله خير الايام كل نخرج في يوم واحد ولا يعني نخرج كل يوم نصوم ولازم نخرج مع نهايه الصوم هذاك المبلغ ان شاء الله اللي كتبوا ربي سبحانه. نجاوبك ان شاء الله على كل هذه الاسئله بحول الله ولكن بعد حين. الله يرزقك الشفاء. شكرا جزيلا ورمضانكم مبارك وربي ان شاء الله يبلغنا رمضان المقبل ان شاء الله في احسن الاحوال. ولجميع الامه الاسلاميه والشعب الجزائري الطيب الطاهر الشريف ان شاء الله. وبارك الله فيك يا شيخنا الكريم على الأجوبة الشافية وإن شاء الله في ميزان الحسنات. آمين إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا لك يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك. أختنا نصيرة تقول دعاء صلاة الاستخارة ما هو الدعاء؟ دعاء صلاة الاستخارة الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وجاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يقولوا كان رسول الله يعلمنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يحفظ القرآن يحفظ دعاء الاستخارة. لماذا؟ حتى يدربهم يعودهم على استشارة مولاهم وخالقهم. الاستخارة وشنه هي؟ استشارة لله. قال يا رب إني وكلتك بالأمر الفلاني، أنت يعني يسر لي الطريق الفلاني ولا بعدني على الطريق الفلاني. والدعاء في ذلك سأذكره لك مباشرة يا أختي نصيرة، ولكن بعد أن نستقبل اتصالا أيضا ممن؟ من أختنا نصيرة. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا مرحبا يا أختي تفضلي. جيت فضلك خوف بغيت نسقسيك على صايم على رمضان. انا فيها السكر وناكل كافي ندير البرا وراني صايم ومانيش قادر. راكي صايمه؟ صح. والبرا والكاشي وقت تاكليهم في النهار ولا في الليل ديريهم يعني؟ في السحور وفي الفطور كاع كيزوج. ديري في الفطار ثاني ديري؟ في الفطر وفي رمضان. اليوم مانيش قادر. سامحيني الطبيب قال لي فطري بصح انا ما قدرتش. ما كاينش قادر. يلا بقاي معنا ان شاء الله تسمعي الجواب يا اختي نصيره بحول الله. شكرا لك. الله يبارك فيك. دعاء الاستخاره لاختنا الكريمه اللي سالت عنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني استقدرك بقدرتك واستعلمك بعلمك انك انت الله الذي لا اله الا انت. اللهم ان كنت تعلم في هذا الامر. في الحديث وجه ويسمي حاجته، معناتها تقولي وش الحاجه اللي كي نويتها. قال مانيش عارف مشروع تاع مثلا تاع زواج، قال مشروع تاع تجاره، قال امر معين في الحياه دراسه كذا خدمه. قال اللهم ان كنت تعلم في، قال مثلا زواجي، قال في كذا، تسمي الحاجه. خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجلي. شكون اللي يعرف الاجل؟ الحاله وين راح تروح؟ الله عز وجل. وفي عاجل امري واجله ايه فيسره لي واقدره لي. وان كنت تعلم في هذا الامر شرا لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث شاء وارضني به. وش الدعاء هذا؟ وش المعنى نتاعو؟ الخلاصه نتاعو انه الانسان يستعين بعلم الله الازلي والابدي اللي يعرف وش راح يصرى غدوه وش راح يصرى على 10 سنين في الموضوع نتاعي فلاني. فنقول له يا ربي انت خير لي، اذا تشوف في هذا الامر خير لي دوك الان وبعدين في الدين نتاعي والدنيا، مش غير الدنيا نخمو على الدنيا برك، الدنيا في الدين ايضا ما يضيعليش الدين نتاعي، فيسره لي قربوا لي. وإلا كان الامر هذا تشوف باللي فيه مضره ليا ولا شر في امر الدين نتاعي ولا الدنيا نتاعي ولا، فابعده عني. وهذا هو دعاء الاستخاره يا اختي نصيره. البشير نقدر نستقبل اتصال في هذه المده اذا امكن. البشير سالنا على قصر الصلاه، قال لك انا خدام في مكان ونسكن في مكان اخر، كيف افعل في قصر الصلاه؟ قصر الصلاه خويا البشير على مذهب الساده المالكيه والامام مالك أن الصلاة لا تقصر فيما هو أكثر من أربعة أيام، معناتها أنا رايح المكان مسافر لي خدام وعلى بالي بلي نبقى في الخدمة نتاعي خمس أيام، هذه الخمس أيام لا أقصر فيها، ما نصليش فيها القصر على مذهب الإمام مالك، وعليها ربع أيام فأقل، إذا كان ربع أيام نقعد في المكان هذاك نقصر، ثلاث أيام نقصر، يومين نقصر بطبيعة الحال، خمس أيام، ست أيام، سبع أيام لا قصر في الصلاة يا أخي البشير. معنا اتصال ممن؟ عبد اللطيف. عبد اللطيف السلام عليكم. الو. اي نعم السلام عليكم. سلام شيخ.
اهلا وسهلا، مرحبا، تفضل. عندي الوالده في عمرها 94 سنه. نعم، الله يطول في عمرها ان شاء الله. اها 94 سنه، صامت لي انا كدوب لي ب 10 الاولى صامتهم ما شاء الله. نورمال وكل شيء، ولكن المده الاخرانيه هذه ولات تحت مريضه خلاص، ما قدرتش، ما عندهاش الوعي الكافي قاعده تصوم خلاص. والان راه صايمه يعني ولا فاطره الوالده؟ انا الان فاطره، فطرتها. يلا خير خير ان شاء الله عبد اللطيف، بقى معنا ان شاء الله وتسمع الجواب بحول الله. خلاص سؤالك مفهوم ان شاء الله وتسمع الاجابه. شكرا لك يا اخي، الله يكرمك وفيك يبارك الله. ام عبد الرحمن، ام عبد الرحمن ابتلاها الله عز وجل بالمرض، ويا اختي ام عبد الرحمن ربنا عز وجل وش قال في القران؟ قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. نقص من الانفس، معناتها انسان يتصاب، وكلنا معرض، وكل انسان اولا راه معافى، يسمع فينا ويشاهد فينا يحمد الله يقول الحمد لله على العافيه. والانسان اللي ابتلاه ربي خير من دون الناس، باللي انت تصاب بالمرض الفلاني في السن الفلانيه في الوقت الفلاني، فيقينا الانسان تكون عنده اليقين في الله، الثقه في ربي عز وجل، اني فوضت امري يا ربي اليك، هذه الحياه بيدك يا رب، وانت ابتليتني بالمرض في السن هذه وفي الوقت هذه بالذات لحكمه، والحكمه اللي ربي ارادها لا شك انها من الامتحان، برك ربي يمتحن فينا، يختبر في الانسان، اشكر ام اكفر، اصبر ام اجزع، نصبر واحتسب ونقول قدر الله وما شاء فعل، وهذا قدر الله. والمؤمن من أركان الإيمان الستة اللي نمن بها الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، معناتها حاجة ما تعجبنيش ولا فيها مضرة ليا، في ظاهر الأمر فيها مضرة ليا أكيد لأنه أمر تاع مرض، ولكن عند الله عز وجل في حكمة ربي لا ندري، ما نش عارفين المرض هذا قد يقرب الإنسان إلى الله، المرض هذا الله عز وجل كم شافى أناسا مرضى بأمراض مستعصية ما بين عشية وضحاها، يعود الإنسان يرجع له الأمل في الله، يعني يجد الإنسان أجر المرض يوم القيامة، يعني حتى كما جاء في الحديث حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا لو كانوا من أهل البلاء، يولوا الناس اللي عاشوا في الدنيا بين قوسين ما تصابوش بزاف يعني كثيرا بالأمراض يتمناوا، لماذا؟ لما يرون من درجات العالية لأهل البلاء. فلذلك اصبري واحتسبي يا أم عبد الرحمن. سؤالك على قضية الإفطار في رمضان، أفطرتي لأنك مريضة لك العذر لا حرج. السؤال ما هو؟ السؤال هل انت ان شاء الله بعد ما تقضي ممكن فتره العلاج نتاعك لك فيها وما تقدريش تصومي فيها، هل تستطيعين بعد عام ولا 6 شهور نتاعك ولا استئناف الصيام ولا لا؟ هذا السؤال تسالينه لي يعني الطبيبه نتاعك. اذا كانت تقول لك نعم ان شاء الله بعد عام ولا من العلاج وهذا امر عادي، والانسان يعني يفوت مرحله من المراحل يكون تعبان فيها جسديا ثم يعاود يسترجع القوه نتاعو شيئا فشيئا، فهنا تستني حتى ان شاء الله تبراي وتقضي بشويه، تعاودي الايام نتاعك ولا فديه عليك، ما عليكش الفديه، يعني ما تخرجيش دراهم. إذا لا لا، إذا طبيبة تقول لك يا ودي لا لا وصيمتي من القدام ما تقدريش تصومي لأجل هذا المرض، في هذه الحالة تفدين، تخرجي عن كل يوم إطعام مسكين، قلتي لي نخرج يعني كل يوم نخرج معاه، يعني نقول لك لا، تقدري في بداية رمضان لما يدخل اليوم الأول خرجي على 30 يوم، تخرجي على 5 أيام، على 10 أيام، أنت وما تشائين يا أختي، والله يتقبل منك بحول الله، وربي إن شاء الله يعني يصبرك ويقدرك على هذا البلاء بحول الله تعالى. أختنا نصيرة سألتنا على مرض السكري، قالت لك راني مريضة وديري الدواء كما ذكرتي وديري تشكة، ويعني مادام ديري يعني لا تشكة الآن راكي في مرحلة متقدمة، يعني المرحلة الثانية كما تسمى في السكري، ولذلك لا ينبغي عليك الصيام يا أختي الكريمة. أختي نصيرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضر بأنفسنا، والعبادة هذه نعبد ربي كما ربي يحب مش كما أنا نحب، أو ربي هو اللي قال لي أنا كي تكون يا ابن آدم كي تكون بصحتك نعطيك الصحة، أنا صم طبق كما أعطيك الصحة، بماذا أعبد الله باش نعبد ربي؟ هل أعبد الله بالصيام؟ لا لا، ربي يقول لك أعبدني بترك الصيام، خلي الصيام، أفطر وفطرك عبادة الله. ففطرك يا أختي الكريمة نصيرة هو عبادة لله، ما تخافيش، على بالي بلي الإنسان يستعظم ويستصعب كثيرا أنه يفطر في رمضان، وهذا الحمد لله من تعظيم شعائر الله في بلدنا، ولكن لما الإنسان يكون مريض ومرضه يعني صعيب وربما تصرى له مضاعفات ما ينتبهش لنفسه ويهبط له السكر كذا كذا، في هذه الحالة لا يا أختي، أفطري بلا أدنى حرج، كوني مطمئنة مرتاحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقولنا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، معناتها ربي أعطانا الرخصة نديه بالرخصة هذه وما نرجعوش الهدية نتاع ربي عز وجل. عبد اللطيف باختصار نجاوبه، الوالدة 94 سنة هي صامت 10 أيام والآن مرضت، إن شاء الله ربي شافيها
فيها بحول الله. الأيام التي أفطرت فيها الوالدة تنظر تستنى بعد رمضان إن شاء الله، إذا ارتاحت وكانت قادرة مازال عندها الصحة الله يبارك باش تقضي، تعاود تقضي الأيام تاعها شيئا فشيئا. إذا الوالدة لالا كبرت كثيرا وصار الصيام يتعبها، أفدوا عنها، أطعموا عنها، وربي يتقبل بحول الله تعالى منها ومنكم أيضا ومن المشاهدين الكرام. نسأل الله عز وجل أيها الأحباب أن يتقبل ربنا منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. هذه العشر عشر تفرغ واجتهاد وعبادة وتضرع، فأكثروا فيها أيها الأحبة واغتنموا هذه الليالي المباركات في طاعة المولى عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره حسن عبادته. ربي يحفظ بلادنا الجزائر أمنا وإيمانا، سلامة وإسلاما، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. إلى لقاء قادم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.